قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. مرحبا بكم مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. رسالة هامة من حارس مارسيليا إلى المغرب أونحي. أول تعليق من حكيم زياش بعد أدائه القوي أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال. المنتخب المغربي يتلقى 3 دعوات رسمية لإقامة مباريات ودية قبل الكان. لاعب مغربي جديد يخسر مكانته في تشكيلة الرجرجي قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس أمم إفريقيا. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. قام باولو لوبيز حارس مرمى أولمبيك مارسيليا بالاعتذار من زميله عز نونحي الذي وصفه بأنه واحد من أفضل اللاعبين في الفريق الفرنسي، وذلك بعد وقوع خلاف بينهما في غرفة تبديل الملابس عقب المباراة التي انتهت بتعادل فريقهما مع ستراسبورغ. وفي الندوة الصحفية التي سبقت مباراة الفريق ضد أياكس في الدوري الأوروبي، أكد لوبيز أنه قدم اعتذاره لأونحي مشيرا إلى صعوبة الأمر بالنسبة لها وأن زميله كان قد عاد من الإصابة. وأشار إلى أهمية أونحي في الفريق قائلا: الفريق بحاجة إليها، إنه أحد أفضل اللاعبين لدينا ولقد اعتذرت لها لأنها لم تكن أفضل طريقة للقيام بذلك. كما ختم حارس مارسيليا حديثه بالإشادة بقدرات المغربي أونحي وقال: أونحي لاعب متميز، وعندما يكون في يومه يمكن أن يكون أحد أبرز اللاعبين في البطولة. الفريق بحاجته، وكانت تلك لحظة غضب فقط. عبر النجم المغربي حكيم زياش عن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه في مواجهة غالاتاساراي ومانشستر يونايتد، إذ سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ما جعله نجم المباراة الأبرز. وفي تصريحاته بعد اللقاء أعرب زياش عن فخره بالأداء الذي قدمه أمام مانشستر يونايتد وقال: أنا سعيد بالأداء الذي أقدمه في مثل هذه المباريات، فخور وسعيد بذلك وأحب الأداء بهذا النمط. أنا أبذل قصارى جهدي وأحاول دائما أن أكون في أفضل حالاتي. سنذهب إلى كوبنهاغن بغاية الفوز وسنقدم كل ما يتطلبه الأمر، فنحن بحاجة للانتقال إلى المرحلة القادمة. وحصل زياش على أعلى تقييم في المباراة، إذ سجل هدفين من ركلتين حرتين بالإضافة إلى التمريرات الحاسمة التي أدت للهدف الثالث. هذا واعتلى الدوليان المغاربة حكيم زياش ويوسف أنصيري صدارة الهدافين المغاربة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 10 أهداف لكل منهما. فبعدما سجل حكيم زياش هدفين رائعين في شباك مانشستر يونايتد، فقد رفع رصيده من الأهداف في هذه المسابقة الأوروبية إلى 10 أهداف، تجاوز بذلك رقم مروان الشماخ الذي سجل 9 أهداف في دوري أبطال أوروبا. ومن جهتها رفع المهاجم المغربي الآخر يوسف أنصيري رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف بفضل الهدف الذي سجله في شباك بي إس في إندهوفن الهولندي. وعزز حكيم زياش حظوظ فريقه غالاتاساراي في التأهل إلى دور 16 بعدما بلغ فريقه النقطة 5، فيما تبددت حظوظ يوسف أنصيري في التأهل بعد هزيمة إشبيليا بميدانها أمام إندهوفن. طلبت 3 منتخبات إفريقية خوض مباريات ودية مع المنتخب المغربي استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكوت ديفوار في يناير وفبراير المقبلين. وكشف مصدر مسؤول أن غينيا الاستوائية ومالي وغينيا كوناكري أبدوا رغبتهم في اللعب ضد المنتخب المغربي في يناير قبل المشاركة في نهائيات الكان. وأوضحت المصادر أن والد ركراكي المدير الفني للفريق المغربي يترقب لقاءنا مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتحديد المنتخبات التي سيواجهها الفريق المغربي قبل البطولة القارية، بالإضافة إلى اختيار مكان المعسكر التدريبي للفريق. ويذكر أن قرعة كأس أمم إفريقيا وضعت المنتخب المغربي في المجموعة 6 إلى جانب تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية. يبدو أن اللاعب الدولي المغربي وليد شديرة الذي يلعب لنابولي والمعار إلى فرونينزا الإيطالية
قد يكون من غير المحتمل حضوره مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقبلة في كوت ديفوار، حيث يعود هذا الاحتمال إلى ضعف أدائه وقلة تسجيله للأهداف، خاصة بعد مغادرة فريقه السابق باريا الإيطالي. ويواجه وليد جديرة صعوبات هذا الموسم، إذ لم يسجل سوى هدفا واحدا في 11 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي السيري آ، وهو مهاجم يعتمد عليه لتسجيل الأهداف، ولكنه لم يظهر بنفس الإبداع الذي ظهر به الموسم الماضي مع باري في الدوري الثاني الإيطالي، وهذا يفسر غيابه عن المنتخب المغربي خلال المعسكرات الإعدادية الأخيرة منذ الصيف الماضي. ومن ناحية أخرى، عاد تسودا للاعب غاندا البلجيكي من الإصابة، ويظهر أيضا أيوب الكعبي بأداء مميز في الدوري اليوناني مع أولمبياكوس، مما يجعل المنافسة على مركز الهجوم في المنتخب المغربي أكثر شدة، إلى جانب يوسف نصيري الذي يعتبر المهاجم المفضل لدى المدرب وليد رجراجي. صرح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم خط وسط ريال مدريد الإسبانية أنه ولد للعب في صفوف الملكية، مشيرا إلى أنه يحب الضغط والمسؤولية ويستمتع بهما. وانتقل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام صاحب 20 عاما للعب في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية قادما من بورسيا دورتموند الألمانية. وبات جود بيلينغهام في أقل من 4 أشهر نجم ريال مدريد الأول بفضل أهدافه ومساهمته مع الفريق. وقاد بيلينغهام فريقه للفوز على نابولي الإيطالي مساء يوم الأربعاء ضمن فعاليات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصل للهدف رقم 15 لها من أصل 16 لقاء. وتحدث جود بيلينغهام لبرايم عبر الفيديو قائلا: أنا ولدت للعب في ريال مدريد، نعم أعتقد ذلك، أحب المسؤولية والضغط وأن أستمتع بذلك، وزملائي في الفريق يساعدونني كثيرا أيضا. هذا ورفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المقارنة بين الأسطورة الفرنسية زين زيدان والإنجليزي المتألق جود بيلينغهام، مشيرا إلى أن المقارنة صعبة لأنهما من جيلين مختلفين. وأصبح البعض يقارن بين زين زيدان وجود بيلينغهام، وسئل أنشيلوتي عن رأيه في هذا الأمر عقب انتهاء اللقاء، حيث تحدث أنشيلوتي قائلا: المقارنة صعبة لأنهما من جيلين مختلفين، فجود بيلينغهام بدايته مع ريال مدريد كانت أفضل من زيدان، وزيزو كان لديه مهارات فردية لا يمتلكها بيلينغهام. وأضاف المدرب الإيطالي: يفاجئني بيلينغهام كل يوم وفي كل مباراة، فليس نحن فقط ولكن الجميع، إنه هدية لكرة القدم، فعالم كرة القدم بأكمله سعيد برؤية لاعبنا بهذه الإمكانات وهذه الصورة الإيجابية.